محمد الغفري منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب. اليوم الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب انضمت هذه الوقفة تنديدا بالهجمة التركية على الأراضي السورية. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ألفت أنه في كل شعب في العالم كيتعرض لوحدة من المحن إلا وتنخرجوا تنوقفوا معاه. اليوم كنددوا بالهجمة التركية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري. اليوم الأتراك واليوم الجيش التركي تيقصف بالداخلة الحية الأطفال والنساء والشيوخ في الأراضي التركية في الأراضي السورية. اليوم تهد المدارس تهد المنازل على أصحابها في الأراضي السورية. هذا عدوان تركي غير مقبول بالنسبة لنا. من جهتنا احنا كنرفضوا هاد الهجوم التركي على الشعب السوري وعلى الأراضي السورية، ومن جهة أخرى كنطلبوا من الدول اللي كتحترم نفسها أنها تعطي موقف منديد بهذا الهجوم هذا وما توقفش موقف الحياد. وشكرا. هذه وقفة كتنظمها الشبكة المغربية سوريا غالية علينا، جات على إثر الهجوم الإرهابي لأردوغان على شمال سوريا. سوريا غالية علينا، أولا إدانة هذا الهجوم الإرهابي والمطالبة بالمحاسبة ديال النظام التركي على هذه الجريمة اللي قام بها ضد الشعوب ديال شمال سوريا. وهذه وقفة للتضامن مع شعوب شمال سوريا وخاصة الشعب الكردي المستهدف من هذه الهجمة هذه. وطبعا هذه الهجمة هي في خدمة الإمبريالية العالمية اللي كتقوم بجرائم متعددة في هذه المنطقة، وأضافت إلى هذه الجريمة اللي كانت النظام التركي هو الآلية باش تقام بها الإمبريالية العالمية. يجب محاسبة هذا النظام ويجب يعني تحقيق في هذه الجريمة النكراء اللي قام بها النظام التركي. إذن احنا هنا اليوم في إطار الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، واللي هي شبكة كتضم واحد العدد ديال الهيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية أخرى، اللي هي كتضامن مع الشعوب عبر العالم وكتناهض الإمبريالية وكتناهض جميع الناس لكي يضطهدوا الديمقراطية. إذن هذه الشبكة اليوم قررنا أنهم بعد الغزو ديال جزء من سوريا من طرف الجيش التركي ابتداء من 9 أكتوبر اللي فات، قررنا باش أنه نظم هذه الوقفة باش أولا ندو بلد احتلال تركي لجزء من أراضي سوريا، ثانيا باش ندو بالقمع ديال الأكراد اللي هما كيسكنوا في الشمال ديال سوريا، وباش ندو بالمخططات الإمبريالية اللي كاينة في المنطقة. وأكيد أنه الأمريكان رغم أنهم تيبانوا بأنه مختلفين مع أردوغان، ولكن في الحقيقة هي مخطط إمبريالي تركي رجعي في المنطقة من أجل تقسيم ديال سوريا. وحنا هنا طبعا ما يمكنناش نقبلوا انه التقسيم ديال واحد الدوله ديال واحد البلاد، وما يمكننا الا نضمنوا مع الشعب ديال سوريا، وما يمكننا الا نضمنوا مع الاكراد يعني في القمع المسلط عليهم من طرف الرجعيه يعني التركيه. ولهذا هادشي علاش خرجنا، وهادشي علاش تنطلبوا بالمزيد من التضامن مع الشعب السوري مع الاكراد في سوريا حتى تخرج الاليه العسكريه التركيه من سوريا.